بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وهحكي لك وصفة دلوقتي جميلة. لو عاوز تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، بس بقى قبل ما احكي لك الوصفة اقول لك قصة جميلة قوي ذكرها يعني العلماء. ان تلميذ بيقول لأستاذه: علمت انك ترى رسول الله في منامك. بتشوف النبي عليه الصلاة والسلام كده. ده بيفكرنا بسيدنا انس الذي يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ليلة الا وانا ارى فيها حبيبي، ثم يبكي، رضي الله تعالى عن سيدنا. المهم التلميذ بيسأل الأستاذ: علمني كيف أرى رسول. قال: أنت مدعو للعشاء إليه. فلما دعاه للعشاء جاء التلميذ ووضع الطعام أمام التلميذ، وأكثر الأستاذ الملح في الطعام، وكان التلميذ يتمنى ويطلب أن يشرب الماء، لكن الأستاذ يمنعه من العطش وباء عطش، يشرب ماء، لكن الأستاذ منعه. قال: عندما سأخبر كلمة منعت عن كلمة. استيقظ التلميذ قبيل الفجر. المثل بيقول لك الجعان بيحلم بسوء العيش، فواحد كان نفسه يشرب ماء هيشوفه في المنام. المهم الأستاذ بيقول له: ماذا رأيت في المنام؟ قال: رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير. فرد عليه الأستاذ وقال: صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. أربع حاجات عشان تشوف النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تطلب رؤية النبي بصدق، إنك فعلا تبقى صادق إنك تشوف النبي. واحد. اثنين: أن تكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: سنته أن تسير على نهجه وأن تطيعه صلى الله عليه وسلم. أربعة: بعد اتباع السنة خدمة الأمة. الأربع حاجات دي مهمة قوي، هتخليك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب رزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حتى نسعد بصحبته في الآخرة. ما هو الذي قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة.